عليكم. مرحبا في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاول نجاوبوا على واحد التمرين ديال الاعداد العقديه، اللي هو كتابه الشكل الجبري والشكل المثلثي ديال هذين العددين العقديين. نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما تكملوا الفيديو يمكن لكم تخدموا ليكزارسيس ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك نبداو بالتصحيح على بركه الله. صحيح، نبداو بهذا الاول، هذا اللي هو دونك نبداو بكتابه الشكل الجبري. كتابه الشكل الجبري، دونك شنو هي كتابه الشكل الجبري؟ هي كتابه واحد النومبر كومبلكس او عدد عقدي على شكل ا بلس اي بي، مفهوم؟ يعني على الشكل هذا الا كان عندي الكاسر ولا شي حاجه كنحاول نحيدها، ولا البويسونس، ولا كنكتبها على الشكل هذا، يعني الشكل على شكل لا بارتي ريال او الجزء الحقيقي زائد الجزء التخيلي. واضح؟ دونك عندنا 1 بلس اي راسين دو 3 سور 1 بلس اي. دونك باش نحيد هاد 1 بلس اي خصني نحيدها من المقام، يعني خصني ندير 1 بلس اي راسين دو 3. باش نحيدها غادي نضرب في المرافق. واضح؟ دونك نضرب في المرافق، نضرب فيه ونقسم عليه، اللي هي 1 موا اي الفوق و 1 بلس اي اللي هي كانت عندنا، ضربت في 1 موا اي غادي نقسم عليها. واضح؟ دونك هذا هو المرافق ديالو على شكل A زائد B فوا A موان B، يعني ايدونتيتي روماركابل، يعني A كاري موان B كاري اللي هي 1 أس 2 ناقص I أس 2. واضح؟ والفوق نشر، دونك نشر هاد العجب هذا، عطيتني هي 1 ناقص I زائد I غاسين دو 3 ناقص I فوا I اللي هي موان زا مع الناقص تولي بلوس بلوس غاسين دو 3. واضح؟ دونك هاد القوس ما كاينش، سيتادير لتحت هاد اي اس 2 اللي هي موانزا مع هاد الموا غتولي اللي هي بلوس، يعني بلوس 1 واحد زائد واحد اللي هي جوج. واضح؟ دونك الفوق غادي نتايا ندير لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينار، يعني غادي نحاول نجمع غير لي نومبر ريال في الجهه الاولى اللي غنكتبها على شكل ا. دونك عندي واحد وعندي غاسين دو 3 زائد الجذر مربع 3، اللي غادي ندوز الجهه الاخرى اللي هي اي زائد اي مفاكتوريزي، اي عامل جذر مربع 3 عامل زائد ناقص 1. واضح؟ دونك ومنه الا سمينا هذا واحد ا، دونك فان ا كتكتب على شكل كما قلنا خصني نكتبها على شكل ا زائد اي بي. ا شنو هي؟ هي 1 بلس غاسين دو 3 سور 2، هي 1 بلس غاسين دو 3 سيغ دو، ما عنديش اي في المقام، يعني واضح، يعني دابا هادي هي لابارتي ريال زائد اي عامل لجذر مربع 3 ناقص 1 على جوج. واضح؟ دونك ها هو ا، ها هو بي، دونك ا زائد اي بي. دونك ومنه كتبت الشكل الجبري لهذا العدد العقدي، الشكل الجبري. واضح؟ دونك يمكن دابا ندوزو نخليو الشكل المثلثي من بعد، نجاوبو على هادي من بعد، نجاوبو على هاد التانية هادي. دونك هادي هي الأولى ديال أ، إلا سمينا التانية اللي هي بي، دونك غادي نسميوها بي وغادي نسميوها أ، معليناش ندوزو بي، نكتبو تاهي نكتبو ليها الشكل الجبري باش نحاولو نبينو الأمور، يعني كيفاش كنخرجو هداك الشكل الجبري. دونك عندي أ موا إي أس 2 عامل لي موان زان بلوس إي غاسين دو 3 sur le racine de 3 moins plus i au carré 1 moins 1 plus i. Voilà. Donc, il y a dire que c'est une trilose de la maquam. Vous voyez? Je vais une trilose de la maquam. Je vais vous faire une trilose de la 1 moins i au carré moins 1 plus i racine de 3. Je vais vous faire une trilose de la maquam. Je racine de 3 plus i au carré. Je vais vous faire une trilose de la plus i au carré de y a moins 1 plus 2 racine de 3 i. Voilà. Jouge a fois b. Yani jouge racine de 3 fois i. Ad si kamel fois 1 plus i. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça oui? Il faut qu'on dit qu'il y a 1 moins i au carré
moins 1 plus i racine de 3 sur 2 plus 2 racine de 3. Donc, il y a 2. معاد بلس 2 غاسين دو 3 اي غنحاول نشرح هذا الجبهه ديريكت هنا تتنا دونك 2 بلس 2 غاسين دو 3 اي الى نشرت هذا واحد هذا مع هذا جب اللي نضرب في اي بلس 2 اي 2 هاي 1 فوا 2 هاي 2 1 فوا 2 غاسين دو 3 غاسين دو 3 اي هاي اللي نزيد زائد i fois 2, il y a 2i, i fois la jabad, il y a 2 racines de 3, i fois i atteint moins 1, il y a moins 2 racines de 3. Voilà. Les 4 saoui. Donc, en détaillant, il y a la partie réelle ou la partie imaginaire. Il faut que je prenne 1 moins i au carré factorise, fois 1 plus, moins 1 plus i racine de 3. Voilà. Ou le tête. On dit la partie réelle pour ou la partie imaginaire pour d'un. Donc on dit 2 moins 2 racines de 3. Il y a 2 ou moins 2 racines de 3. On va de la partie où on a mis i. On dit i factorisé 2 racines de 3 plus 2. Voilà. Donc on dit a zaïd i b fil maqam. Bach n'tkhallas minha kif ma darna min qbel. Yani ghadi nhaoul ndrab fil mourafiq. نضرب في المرافق لتحت ونضرب فيه الفوق يعني بحال نضرب ونقسم عليه المرافق ديال A زائد A زائد إي بي زائد إي بي المرافق ديالو اللي هو A ناقص إي بي واضح هكاك غادي هكا غادي نستعمل دونك A موان إي أو كاغي فوا موان زان بلوس إي غاسين دو تروا كما قلنا المرافق ديال هذا فوا دو موان دو غاسين دو تروا Quand on dit plus, ça va moins. Moins i de racine de 3 plus 2. Donc, on a le mot à faire tel qu'il est. Voilà. Où est-ce que nous avons le mot à faire Où est-ce que nous avons le mot à faire Au carré, donc, on a le mot à faire. On a le mot à faire. Racine de 3 au carré, on a le mot à faire. و ب او ك... نا... ناقص ب او كاري ناقص هذا كامل او كاري اللي هي غتولي اي او كاري فوا فوا جوج راسين دو 3 بلس 2 او كاري اي مربع هي موان زان تولي بلس يعني بلس هذه او كاري يعني جوج راسين دو 3 بلس 2 او كاري واضح دونك نمشي نحسب هذا العجب هذا هادشي راه فيه الحساب صراحه يعني راه تخطأ في إشارة ولا شي حاجة بحال هكا يعني راه كيمشي ليك كتعجب كامل ما عليناش هاد التحت هذا غنحاول نشرو باش نحاول نبسط داك العجب دونك عندي هي 4 زائد هادي او كاري اللي هي 4 في 3 اللي هي دونك هي 12 ناقص 2 fois 2 fois 2, yani 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, yani moins 8 racine de 3. Yak, d'abord, dit, nina mna, nous le tania. Plus a au carré, zaïd b au carré. A au carré, il y a 4 fois 3, 4 fois 3, il y a 12. Bon, jouge au carré, il y a 4, zaïd, jouge, yani 8, 8 racine de 3. Yak. Donc, on est en train de mettre la partie. Qui fait que je vois 8 moins 8 racines de 3, ma plus 8 racines de 3. On est très bien. Donc, il y a une petite chose qui est en train de mettre. Donc, le four, on est en train de mettre une petite chose qui est en train de mettre. Voilà. Donc, une petite chose qui est en train de mettre. On est 1 moins i au carré. Donc, il y a 1 plus i au carré, il y a moins 1. Moins 2 fois 1 fois i, yani moins 2i. 1 moins 1, tu me dis, tu prends moins 2. Il y a moins 2. Fak, je ne vais pas faire de la chose. Je ne vais pas faire de la chose. Je ne vais pas faire de la chose. 1 racine, i racine de 3 fois 2 moins 2 racine de 3 moins i 2 racine de 3 plus 2. Voilà. Donc, les gars, dites ça oui.
تحت كيف ما قلنا هي 12 زائد 12 اللي هي 24، 24 زائد 8 هي 32، دونك لتحت غيكون 32، واضح؟ دونك الفوق كما قلنا يمكن ليا نفرق هاد الناقص دو على هاد العجب هذا ونشتغل عليها. بون هذا نحسبوها هنا اللي نحاولوا ننشروها باش نحاولوا نقتصروا الوقت. دونك هي موان دو فوا دو موان زاد عطينا اللي هي دو، موان دو فوا دو عجبات اللي هي موان دو راسين دو تروا اي، ياك؟ إلا نشرت هاد العجب هذا، دونك نشرت هاد دو موان دو غاسين دو تروا، نسرع على هادي تعطيني هادي مضروبة في هادي بشوية علينا، دونك دو موان دو أو بيان دو موان دو غاسين دو تروا إي، ياك؟ مضروبة في اللولة اللي هي دو موان دو غاسين دو تروا اللي موان دو موان دو غاسين دو تروا اي مضروبة اي دو فراسين دو تروا بلس دو، هاد اي غتخرج ليا على برا فوا دو غاسين دو تروا بلس دو، ياك؟ دونك لحد الساعة هادشي غادي مزيان. دونك المقام هاني تخلصت منه، يعني عندي ان سيغ تخون دو، واضح؟ يعني يبقى لي كما شي غيطيح لي السطر، ما عليناش. دونك نشر هاد العجب هذا، دونك دو فوا دو سي كاتخ، نشر هادشي نشر هادشي ما عندي ما ندير، يعني خصني نحاول انني نشر هاد العجب هذا. دو فوا دو سي كاتخ موان دو فوا دو سي كاتخ، تاهي يعني موان كاتخ غاسين دو تروا موان دو فوا دو سي كاتخ غاسين دو تروا اي، ياك؟ موان مع الموان سي بلوس، يعني بلوس دو فوا دو سي كاتخ غاسين دو تروا فوا غاسين دو تروا سي تروا، يعني تروا فوا كاتخ سي دوز، دوز فوا اي، واضح؟ هاي لا بارتي الاولى تهنينا منها، ها شنو كتعطينا؟ نديروها وسط الاقواس، موان نفاكتوريزي بموان ونفتح القوس، عندي اي خارجة على برا، ماشي مشكل نصرها على هاد العجب هذا. دونك الا نشرتها الاولى تعطيني هي دو اي، الثانيه دونك نحسبوها هنا هي دو اي، الموان راه كاينه مفاكتوريزي بها، دونك دو اي اي فوا اي سي موان زان تولي بلوس دو غاسين دو تروا، ياك؟ اي الا نشرتها على الثانيه دونك تكون عندي هي دو قلنا هنا دو غاسين دو تروا بلس دو، واضح؟ يعني غتبقى لي غير هاد لابارتي التانية هادي، دونك يمكن لي نشرها، يعني عطيتني موايا هيا فاكتوريزيت بها دو فوا دو سي كاتخ، كاتخ فوا غاسين دو تروا اي، يعني كاتخ غاسين دو تروا اي، واضح؟ مع التانية يعني جوج فوا دو سي كاتخ، يعني بلس كاتخ اي، واضح؟ ندوزو للتانية، جوج فوا جوج سي 4، 3 fois 3 c'est bon, c'est 12, يعني plus 12 اللي التانية، donc 2 fois 2 c'est 4 يعني plus 4 racine de 3، واضح؟ donc وين من هو؟ donc خصني نحاول نسامبليفي هاد العجب هذا، donc عندي هاد لابارتي هنا، donc عندي هنا موان مع الموان سي كما هي، نمشي معاها بشوية، يعني دوك هي واحد على 32 فاكتوريزي، نبدا بلا بارتي ريال ومن بعد ندير لا بارتي ايماجينيغ، نمشي فين هما لي ريال، عندي 4 مع بون 4 مع غاس 4 غاسين دو 3 12 4 غاسين دو 3، دونك هاد 12 مع 4 يمكن لي نجمعهم، دونك عندي 4 موان 12 سي شحال؟ سي موان 8، دونك هي موان 8 موان 4 غاسين دو 3 موان 4 غاسين دو 3، يعني موان 4 سي موان 8 غاسين دو 3، واضح؟ دونك دوزو دابا لا بارتي ايماجينير، دونك ندير بلوس اي نفاكتوريزي، عندي 12 اي مع موان 4 اي، 12 اي مع موان 4 اي سي 8 اي،
دونك هي 8 يعني فاكتوريزيت ب اي دونك وعندي دابا هنا موان 4 خاصين دو 3 اي مع موان 4 خاصين دو 3 اي يعني صافي موان 8 غاسين دو 3 مع اي غات هاني فاكتوريزيت ب اي واضح دونك هادشي اللي كاين ها هي دي جمعتها مع هادي 12 مع لو 4 4 اي مع 12 اي هادي مع هادي يعني صافي واضح الشباب دونك هو منو دونك فإن بي كتساوي موان 8 سور 32 فاكتوريزي باغ 1 بلوس غاسين دو 3 دونك هادي هي لا بارتي الأولى غيال بلوس نفاكتوريزي ب 8 يعني بلوس 8 سور 32 واضح اي فاكتوريزي بوغ par 1 moins racine de 3. Y'a que ça. Donc, où est minou? Fa'in b 4 sa oui. Achira, fais mes tares chabab. Ma'ina, j'ai radin factorisé de manière sur 32 facteur moins 1 plus racine de 3 plus i 1 moins racine de 3. Voilà. Donc, quoi minou? B كتساوي هاد العجبة هادا. ها هي A, ها هي B. يعني A plus IB. هذا الفاكتور هذا اللي على برا ما عنديش فيه مشكل. و 8 سور 32 راه يمكن لي نسامبليفيها يعني هي 1 سور 4. دونك اللي كتساوي ديريكتومون 1 سور 4. سمحوا لي انا دونك هنا كاينه 1 سور 4. واضح الشباب؟ دونك وصلنا دابا للشكل الجبري ديال الثانيه دونك دوزو دابا للشكل المثلثي ديال الاول دونك دوزو الشكل المثلثي نديرو ديال ا اش كتساوي دونك هنا بون 1 plus racine de 3 sur 2 plus i racine de 3 moins 1. معليناش دونك اش كنعنيو حنا بالشكل المثلثي الشكل المثلثي ديال شي عدد عقادي هو نكتب زيد الا كان عدد عقادي نكتبو على شكل المعيار ديال زيد فوا الكوسينيس ديال تيتا بلس اي سينوس دو تيتا واضح هذا هو الشكل المثلثي دونك هذا هادي خصني نكتبها على هذا الشكل كنمشي اول مرحله اول ايطاب كنمشي نحسب المعيار ديال زيد ديال هاد زيد دونك زيد عندي هنا هو ا كنمشي نحسب المعيار ديال هذا المعيار ديال زيد الا كان زيد كتكتبها على شكل ا بلس اي بي فان المعيار ديالو كيساوي هو راسين دو ا كاري بلس بي كاري واضح دونك نمشي نحسب المعيار دو ا دو ا اش غيعطيني اللي هي هادي ا ا او كاري بلس بي او كاري لو تو راسين دونك يا لو راسين دو 1 بلس اي 1 بلس راسين دو 3 سور 2 او كاري بلس راسين دو 3 موانز 1 سور 2 او كاري واضح اللي غادي تساوي Donc, c'est justement des calculs. Il y a 1 plus racine de 3, c'est 1 au carré plus 3. Il y a 4. 4 plus 2 racine de 3 sur 2. Sur 4. Sur 4. Donc, plus 1 sur 4. 3 au carré, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Moins 2 racine de 3. Voilà. Donc, là, il y a le racine. لتحت هو 4 نجمع هاد العجب هذا عطينا 4 بلس 4 سي 8 و 2 غاسين دو 3 موان 2 غاسين دو 3 غادي تختزلو ليا واضح يعني 4 8 سور 4 سي 2 دونك يعني هي لو غاسين دو 2 واضح الشباب دونك ومنه لقيت المعيار ديال زيد دونك هذا هو المعيار ديال ا واضح الشباب دونك اشنو كندير كنمشي نعمل بمعيار في ا هاد ا هادي واضح دونك ا اش غتساوي هاد العجبه هادي كامله
كنمشي نعمل يعني خصني نعمل بلغة سين دو دو، نعمل بلغة سين دو دو هنايا اشنو غيولي؟ لا عملت به يعني خصني نحاول نقسم عليه، يعني تولي هي ان بلوس غاسين دو تروا سيغ دو غاسين دو تروا، غاسين دو دو سمحوا لي غاسين دو دو، موا اي غاسين دو تروا موان زان سيغ دو غاسين دو دو. واضح انطلاقا من هذا العجب هذا غادي نحاول نخرج واحد الكوسينوس ديال واحد الطيطا والسينوس ديال واحد الطيطا، دونك مفهوم؟ دونك غاسين دو دو، غاسين دو دو سيغ دو مع هاد لو ان يمكن نفرقهم، يعني بلوس غاسين دو دو فوا غاسين دو تروا سي غاسين دو سيس، غاسين دو سيس سيغ دو. واضح؟ هادي هي لا بارتي الاولى. لا بارتي الثانيه موا اي فاكتوريزي غاسين دو دو سيغ دو مع غاسين دو تروا تولي غاسين دو سيس سيغ دو موا غاسين دو دو سيغ دو. واضح؟ دونك هادي هي الجبل اللي عطانا هنا. دونك ومنو الى حسبت هاد العجب هذا تعطيني اللي هي كوسينيس ديال بي سيغ 12 موا اي سينيس بي سيغ 12، مفهوم؟ دونك ومنه فان الزاويه او لارغيمون ديال هاد ا هذا كيساوي بي سيغ 12 ترديد 2 بي. واضح؟ ندوزو دابا للثانية، ندوزو دابا للثانية اللي هي أن سي لقيناها كتساوي أن سيغ كاتر أو بي، ياك؟ بون شنو سميناها؟ بي، أن سيغ كاتر عامل لي موان أن بلوس غاسين دو تروا، بلوس أن موان غاسين دو تروا. دونك هذا هو الشكل الجبري ديال 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 هاد البي هذا. كيف ما قلنا اول مرحله كندير هو كنحسب المعيار، دونك هذه اللي من قبل الشباب، دونك ما لقيناش ديريكتومون، راه حاولنا نستعملنا لارغيمون. كيفاش لقيت هاد بي سيغ 4؟ حيت بهذه الطريقه صعيبه، يعني خصني نمشي انا حسبت لارغيمون ولقيت لارغيمون ديال ا، لارغيمون ديال ا يعني راه مشيت رجعت لا فورم الاولى، يعني هاد لا فورم هادي لارغيمون ديال هادي هي لارغيمون ديال هاد الفوق ناقص لارغيمون ديال هادي، وهادي المعروف ديالها شحال كتساوي ناقص لارغيمون ديال هادي، مفهوم؟ وهاد بي المهم داكشي كنستعملو ديزاسيون، المهم غادي نخدموها يعني الا كانت مستعصية لينا غادي نخدمها معكم هنا. كما قلنا نحسبو المعيار، المعيار ديال بي هو لو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري، هادي او كاري اللي هي دو ان بلس تروا سي كاتر، يعني 4 plus 2 racine de 3. Yak. Donc, je vais le moins, mais je suis un mouchkil. Voilà. Plus 2 c'est 4. 4 moins 2 racine de 3. Voilà. دونك هاد 4 غادي يمكن لي نفاكتوريزي بيها، يمكن لي ندخلها، إلا دخلتها تعطيني هنا يا 16 وهنا 16. واضح؟ دونك ما عليناش، هي لو غاسين دو، دونك غتمشي هي دو غاسين تروا، تبقى هنا 8، 8 سور 16، 8 سور 16 لي كتساوي ليا أن دومي. واضح؟ يعني غاسين دو، يعني لي كتساوي غاسين دو دو سور. واضح؟ دونك المعيار ديال بي كيساوي غاسين دو دو سيغ دو، دونك بي خصني نحاول نكتبها على شكل غاسين دو او لو موديل دو بي نفاكتوريزي بكوسينيس ديال واحد تيتا زائد اي سينيس دو تيتا. على شكل خصني نحاول نكتبها، دونك نفاكتوريزي بلو غاسين دو دو سيغ دو، الى فاكتوريزيت بي في بي دونك عندي واحد ان سيغ، المهم ان سيغ 4 غتدخل لي هنا ان سيغ 4 ما عنديش فيها مشكل، دونك هاني فاكتوريزيت بلو غاسين دو دو سيغ دو، دونك غادي نقسم على لو غاسين دو دو تولي 4 غاسين دو دو، نضرب في 2 يعني تولي 2 الفوق او لتحت، موان
1 plus racine de 3 plus i sur 2 racine de 2, 1 moins le racine de 3. Voilà. Donc, là, 2 sur racine de 2 sur 2. Tu veux dire racine de 2 moins racine de 2 sur 4 moins racine de 6 sur 4 plus racine de 2 sur 4 i moins racine de 6 sur 4. Voilà. Donc, tu as dit que tu as dit que tu factorise plus i, racine de 2 sur 4, racine de 6 sur 4, il y a un peu de dérangement. Je vais vous donner le hal direct. Donc, quand on a fait un B, c'est ça. Donc, il y a 10 astuces. غادي نديرونجا معاه العجب جاب غادي نديرونجا معاه غنحاول انا يمشي موانز ان بلوس اي غاسين دو تروا سيغ غاسين دو تروا بلوس اي هذا هو الشكل الاول اللي عطاونا بلوس اي ياك كنمشي نحسب لارغيمون لارغيمون دو بي هو لارغيمون ديال العجب كامل كيف ما كنعرفو دوك لي بروبريتي ديال لارغيمون لارغيمون ديال ا سيغ بي هو لارغيمون دو ا موان بي دونك غادي نمشي نعجبها دونك هنا كان اوكالي اتخرج ديك دو لارغيمون ديال ا موان اي ياك بلس لارغيمون ديال موان زان بلس اي غاسين دو تروا موان حيت كاينه في المقام دو غتخرج ليها على برا يعني دو لارغيمون ديال راسين دو تروا بلس اي ياك موان لارغيمون ديال ان بلس واضح دونك وامي هو لارغيمون ديال بي اش غيساوي دونك دو لارغيمون ديال ا موان اي لارغيمون دو ام دو ان موان اي هي موان بي سور 4 واضح بلس لارغيمون دو موان ان بلس اي راسين دو 3 اللي كتساوي هي بي موان بي سور 3 هادشي علاش شفنا في الحس في الفيديو اللي من قبل موان 2 لارغيمون دو غاسين دو 3 بلس اي اللي هي 2 هادي هي بي سور 6 واضح موان لارغيمون دو 1 بلس اي سي بي سور 4 مفهوم دونك 1 بلس اي بي سور 4 1 موان اي موان بي سور 4 هكا غادي يا الشباب دونك ما عليناش الا حسبنا هذا العجب هذا دونك 2 سو موان بي سور 4 موان بي سور 2 بلس بي موان بي سور 3 موان بي سور 3 موان بي سور 4 موان بي سور 3 موان بي سور 3 سي 2 بي سور 3 دونك الا حسبنا هذا العجب هذا عطينا هي موان 5 بي سور 12 دونك ومنه فان بي نكتبوها في الجنب هاد بي هادي عملنا حنا بال 1 سو غاسين دو 2 ولا غاسين دو 2 سور 2 ياك هذا هو لو موديول دو زيد دونك هي غاسين دو 2 سور 2 نفاكتوريزي خصنا نكتب على شكل كوسينيس تيتا زائد اي سينس تيتا الكوسينيس دي تيتا شنو هي تيتا لقينا هي لارغيمون ديالها هي موان 5 بي سور 12 يعني كوسينيس ديال موان 5 بي سور 12 بلس اي سينيس ديال موان 5 سور 12 واضح دونك هاد موان 5 بي سور 12 راه صعيبه نلقاها من هنا يعني خصني شحال ديال الحساب باش نلقاها في وسط العجب هذا واضح يا شباب دونك المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو بعد شقاء المهم هادشي اللي كاين الشباب المهم اي حاجه ما مفهوماش يمكن لكم تخليوها في التعليق وخديت لكم الراحه والسلام عليكم.